اهلا بكم مشاهدي الكرام، احييكم انا ماجد حميد الى هذه المقابله الخاصه مع الدكتور علي عبد الامير علاوي معالي وزير الماليه العراقي. اهلا معالي الوزير. اهلا وسهلا استاذ ماجد. يعني اليوم الكثير من الشارع العراقي الكثير يريد ان يعرف الواقع الاقتصادي في البلد. جنابك كنت تحدثت في اكثر من تصريح بانه على العراقيين ان يستعدوا لسنوات عجاف، هل ما زالت هذه السنوات العجاف لازم ينتظرها العراقيين؟ يعني الواقع الاقتصادي اعتقد معلوم الان عند معظم الناس بان نتائج سياسات خاطئه من الماضي، تراكمات سياسات ماليه واقتصاديه خاطئه وسيئه في بعض الاحيان، تراجع الاداء الحكومي، كثره الموظفين في دوائر الدوله، وعدم ايجاد مصادر ايرادات اخرى للموازنه، عدم النفط، الاعتماد الشبه كلي على القطاع الحكومي ضعف القطاع الخاص، تراجع أو فقدان الاستثمارات الخارجية، كلها أدت إلى هذا الوضع الآن. الوضع هو يعني بتحديات كبيرة، وأكو احتمال يعني أن إن شاء الله يعني إذا نتبنى سياسات صحيحة وسليمة ممكن هاي الفترة يعني تفضلت بها تكون أقل، لكن تتطلب إصلاحات حقيقية ونقل محوري اقتصادي مالي بحيث طبيعة الاقتصاد العراقي يتغير. دكتور، جنابك كنت وزيرا للمالية أيضا ما بعد العام 2003 في أول حكومة شكلت وإن كان لفترة قصيرة، ما هو الفرق الذي رأيته الآن ما بين الواقع المالي؟ هل هو بالنسبة بسبب زيادة عدد الموظفين؟ ما هي الحلول برأيك؟ يعني أنا كنت وزير مالية بين 2005 و 2006 وقبل كنت وزير التجارة، لكن الواقع بين في 2005 لما سوينا الموازنة سعر النفط كان تقريبا شبيه لأسعارنا، يعني تقريبا 35-40 دولار، لكن عدد الموظفين بالدولة كان تقريبا 650 ألف. الآن 6 ملايين شخص يأخذ راتب أو تقاعد من الحكومة، يعني الإيرادات النفطية ما زادت كثير، لكن عدد يعني المنتسبين بالدولة زادت 10 أضعاف، فهاي كلها طبعا تسوي فد ضغط شديد على إمكانيات الدولة أن تلبي هذه الطلبات. أيضا يعني رواتب سلم ورواتب ارتفع خلال هذه الفترة، لكن والتزامات الحكومة الاستثمارية أيضا زادت، فالموارد شحت الموارد وكثرة السكان، يعني العراق كان سكانه 22 مليون تقريبا الآن وصل إلى 40 مليون، كلها تسوي ضغوطات يعني كبيرة على إمكانية الدولة أن توفي بالتزاماتها يعني بشريحة كبيرة من المجتمع. طيب دكتور، تعرف جنابك يوميا مظاهرات أمام وزارتك في المالية، مظاهرات أمام القصر الحكومي خارج المنطقة الخضراء، حتى مظاهرات في المحافظات التي زرتموها مع دولة الرئيس السيد الكاظمي أيضا يطالبون بالتعيين، فما هو الحل؟ الشعب اليوم لديه قناعة فقط تعيين. صحيح، لكن هي ايضا تتطلب يعني هي مو بس الدوله لازم تغير نهجها ومنهجها وافكارها، لازم بصوره عامه العالم تعرف بان الحكومه ما عندها الامكانيات ان تنطي وظائف لكل شخص يطلب، وما ممكن هي الحكومه تكون المصدر الاول والاخير لكل توظيف، فاكو اقتصاد اخر لازم يصنع او ينشا اقتصاد اخر قوي متين عنده افاق بحيث يقدر يلبي طلبات المعيشية من الناس. لكن مع الأسف خلال هذه 18 سنة الأخيرة كل ما تصير أزمات سياسية، كل ما تصير مشاكل، الدولة رأسا تفتح باب التوظيف، وصار في النوع من العرف عند الناس أو استحقاق بأن أي شخص متخرج عنده شهادة، وحتى إذا ما عنده عنده فد استحقاق على وظيفة حكومية، لما لا تعطى هذه الوظيفة ما عنده الخلفية الكافية وما عنده المعلومات الكافية بحيث يفكر بربما طرق أخرى أن يعمل أو يشتغل، فيتوجهون إلى الدولة لأن هي يعني إذا واحد يحصل وظيفة من الدولة راح يضمن له على الأقل راتب معقول بنفس الوقت تقاعد. كل هالحوافز ما موجودة الآن بالقطاع الخاص، لأن القطاع الخاص صغير وضعيف، فعد المواطن بصورة عامة أكو فد رؤية بأن الدولة هي تقدم نوع من الاستقرار الوظيفي وبنفس الوقت تحقق يعني تقاعد، فكل الناس يتهاجمون على هذه الوظائف بغض النظر من إنتاجية هذه الوظائف قليلة جدا، ف
فتشوف يعني دوار الحكومه متخمه من الناس بدون اي فائده اقتصاديه او فائده اداريه للمواطن، الخدمات في تراجع، لكن يعني تبقى الحافز موجود الان. فالمحور الفكري مال او ذهنيه الشعب العراقي خاصه الشباب لازم يعرفون بان مهما كانت امكانيات الدوله ما راح يكون عندها موارد كافيه ان توظف كل شخص بالطريقه هم يتوقعوه، فلازم انا اعتقد يتوجهون الى القطاع الخاص اذا وجد او الى اعمال حره. طبعا هاي مو سهله، انا اعترف بان مو سهله بان شخص عنده امكانيه يتوظف بالدوله او يسعى يتوظف بالدوله يحاول ان يلقى مصدر عمل او رزق اخر. طيب يعني هناك ايضا نقطه مهمه هي نقطه رفحاء، هذه الضجه التي اثيرت معالي الوزير، ما حقيقه ما يجري في هذا الملف؟ هي رفحاء يعني تحولت من نوع من الدعم اللي انا اعتقد مشروع الى شريحه من المجتمع، يعني اضطهدت اضطرت ان تهاجر، قسم منها رجعوا العراق، قسم منهم صاروا في شتى انحاء العالم، وعندهم يعني نوع من المصداقيه لمطلوباتهم، لكن هذه المصداقيه والمطالب تحولت الى او حورت اذا صح التعبير. فصار عدد كبير من الناس اللي يدعون هم من لاجئين رفحاء ياخذون رواتب عديده، تحولت الدعم من فرد الى عائله ثم الى عوائل، فكثير من الاشخاص اللي ياخذون من منح توزع الى لاجئين رفحاء ما يستحقون هذه المنح، وطبعا مع مرور الزمن اعدادهم زاد، فصار يعني الاعداد غير ما له علاقه بالاشخاص نفسهم ضرروا. فتشوف يعني الجيل الثاني وحتى الثالث عنده ياخذ دعم من يعني صناديق دعم اللاجئين وغير ما عندهم حق بها. فاحنا ردنا يعني نرشد ونهذب العمليه، ننطي عندهم استحقاق حقيقي، نعزلهم عن الناس الفضائيين او الناس اللي ياخذون اكثر من راتب لا اكثر ولا اقل، هي مو شريحه مستهدفه، فقط المستهدف الاطراف ما عندهم حق بهذه الرواتب. هل نحن امام استغلال سياسي لهذه الشريحه اولا، وهل هناك فضائيين باعداد كبيره معالي الوزير في الوزارات والدوائر الحكوميه في العراق؟ يعني بصورة عامة الفضائيين يعني موجودين، لكن مو الأعداد اللي نسمع بها بالإعلام، يعني أنا برأيي تقريبا 200-250 ألف شخص فضائي بالجهاز الحكومي ككل، يعني تقريبا 5 ربما كحد أعلى 10% من الموظفين فضائيين تقدر تقول، يعني ناس غير موجودين. طبعا أكو ناس أيضا مو فضائيين يسجلون لكن ما يداومون، هذول أعداد أكثر. طبعا بصورة عامة يعني ربما 20% من الموازنة الكلية اللي تصرف على الرواتب وعلى المخصصات ما لهم حق بها، يعني لو ناس مجهولين أو ناس يسحبون هذه الرواتب ما لهم حق بها أو ناس يأخذون أكثر من راتب، فتقدر تقول 20%، لكن صعب جدا واحد أن يعرف من هذول بالضبط في أي دوائر. أكو عدد لا بأس به في الدوائر الأمنية لكن أيضا في الدوائر الحكومية الأخرى، يعني بين مزدوجين عدد رواتب وفضائيين، مزدوجين فضائيين ناس ياخذون رواتب مسجلين لكن ما يحضرون او يعني يداومون لفتره كلش قصيره وياخذون رواتب كامله، هذول الناس اذا تجمعهم ككل ربما يوصلون الى 20% بين 15 الى 20%. طيب مع الوزير، هل هناك استغلال سياسي للملف المالي ربما ضد حكومة السيد الكاظمي؟ عندما تم الاستلام المنصب وزير المالية كم كان هناك في الخزينة بصراحة؟ الخزينة كان بها تقريبا تريليونين دينار، هي مفروض يعني الأعراف الإدارة المالية يعني يكون عندنا على الأقل ما يعادل شهر أو شهر ونص من النفقات تكون موجودة تحت أمرة الوزارة يعني كسيولة، فمفروض يكون عندنا تقريبا بين 10 إلى 12 تريليون دينار، عندنا كان عشر هذا الرقم. فلما بدأت الوزارة بدأت في وضع صعب مالي، يعني السيولة غير موجودة، فدخلنا في هالدوامة وبعدنا بصراحة بهذه الدوامة، لأن السيولة عند وزارة المالية قليلة جدا، كل ما تزيد السيولة تطلع منها رواتب وتطلع منها
مخصصات وتقاعد. ففي أزمة مستمرة احنا. فطبعا يعني الناس يريدون يستغلون هذا الواقع المالي، وهو مو نتيجة أخطاء هذه الحكومة، مثل ما قلت يعني أخطاء متراكمة ورثناها احنا في هذه الحكومة. الناس اللي عندهم نوايا خلينا نقول غير طيبة أو سيئة تجاه هذه الحكومة راح يستغلون هالأزمات المالية المتراكمة اللي نواجهها شهر بعد شهر. نعم. ملف إقليم كردستان، هل هناك حلول؟ لدي معلومة بأنك كان لديك عتب عندما أرسلك كتابا معنونا إلى رئيس الحكومة الإقليم، ومن ثم أجابك وزير المالية ولم يجب من عنونت إليه الكتاب. لا أعتقد هذا العتب غير صحيح. أنا بصراحة يعني ما أنطي اهتمام كبير لهذه الشكليات. أنا وجهت رسالة إلى سيد مسرور البرزاني، إجا جواب من وزير المالية. يعني ما أدري كان عمدا أو لا، بغض النظر أنا ما أنطي اعتبار القضايا، خاصة متعلقة في ملف مهم جدا وهو علاقة المركز مع الإقليم. قضايا الإقليم أيضا مثل قضايا العراق ككل، يعني مشاكل أزمات ما محلولة بطريقة جذرية، وتبقى هاي تتراكم والمعضلة تزيد والمشكلة تزيد. احنا يعني بود أن نحلها بطريقة جذرية وكاملة بحيث تؤدي إلى مصلحة الطرفين، مصلحة الاتحاد أو العراق ككل ومصلحة الإقليم. فهذا أساس التفاوض بيناتنا، ومبني على أيضا رؤية واقعية وحسن نية. أنا أعتقد إذا أي واحد يدخل بهيك ملف معقد، ما أقول ساخن لكن معقد، لازم يكون يعني ينسى بعض المواقف السابقة وينظر على المشكلة بعين مجردة، مدفوع بالسعي إلى مصلحة الطرفين. مع الوزير، ستتوجهون بداية الأسبوع إلى المملكة العربية السعودية التي كنت قد زرتها في أول زيارة خارجية لجنابك. ما هي الأطر اللي موجودة؟ ما هي الاتفاقيات التي سيتم عليها؟ كيف تنظرون إلى العلاقة مع المملكة العربية السعودية؟ يعني بصورة عامة احنا نريد نكون علاقتنا ويا كل دول الجوار، خاصة المملكة العربية السعودية، على أحسن ما يرام. يعني علاقة مو بس علاقة حسن جوار، لكن نفس الوقت روابط اقتصادية، روابط مالية، ثقافية. أنا أعتقد المملكة العربية السعودية يعني دورها في الاقتصاد العراقي ربما ضعيف إذا يقارن بدول أخرى. يعني الصادرات السعودية الآن تعادل تقريبا 5-10% من صادرات تركيا وإيران إلى العراق. فالسوق العراقي سوق كبير، المفروض أن يكون مفتوح إلى الجميع. المنتجات السعودية جيدة، فنريد احنا تواجد أكبر يعني لغرض التكامل، يعني توازن أيضا لمصلحة الطرفين. هذا التواجد السعودي يطلب أن تصير فد يعني علاقات مبنية مو بس على يعني حسن نية، لكن أيضا مبنية على شروط، اتفاقيات مؤسساتية، يعني تكون مبنية على سلسلة من الإجراءات اللي تربط بين الطرفين. فإحنا بدينا يعني المملكة العربية السعودية مشكورة أخذت موقف إيجابي جدا في مؤتمر الكويت لدعم عملية إعادة الإعمار العراق، وأعطيت بعض الالتزامات آنذاك. ففي أول رحلة ردنا نجدد هالعلاقة، نأكد بين الالتزامات بعد القائمة، وركزنا على 4-5 محاور ومشاريع. الآن راح إن شاء الله نبدي في عملية تطبيق وتنفيذ هذه الأفكار. فأكو الآن ملف التعاون على مستوى الغاز ومستوى توليد الكهرباء، الطاقة البديلة، الزراعة، وأيضا تفعيل هدية خادم الحرمين للشعب العراقي، وهو ملعب كبير يقدر بتقريبا مليار دولار، يعني راح يكون من أهم المدن الرياضية بالعراق. فهي 4-5 مشاريع من هذه النوع نريد احنا نفعلها، وأيضا نفعل الدعم السعودي للصادرات السعودية للعراق. فعندنا نية نسوي نوع من العلاقة ما بين المؤسسات المالية العراقية وما بين مؤسسات دعم الصادرات السعودية، لغرض أن نشجع رجال الأعمال العراقيين والتجار أن يستوردون هذه البضائع ويسوون شبكة توزيع وتسويق في العراق. فتركيزي راح يكون على الجوانب الاقتصادية والمالية والتعاون على عدة مستويات. المملكة العربية أيضا مشكورة
وافقت على فتح مصرف العراقي للتجارة TBI فرع لها بالسعودية، فهذا راح يكون أنا أعتقد بداية جيدة للتعاون المالي والمصرفي بين الطرفين. فأكو يعني مجالات عديدة ممكن. ملف فتح المنافذ الحدودية مع الوزير الآن يعني عرعر، منفذ عرعر تقريبا كمل، يعني المملكة العربية بنت الجانب السعودي وأيضا تبرعت عن سوي الجانب العراقي. فالآن المطلوب طبعا الجانب العراقي أن يعيد ترميم الطريق هناك، لأن الطريق ما بين الحدود وإلى داخل العراق شوية قديم، يعني يتطلب يعني تعديل وتضبيط. فبس يكمل هذا راح يكون المنفذ مهم، راح أيضا يفتح الباب إلى التبادل التجاري عبر العراق، يعني شاحنات تأتي من أوروبا تركيا ثم إلى العراق إلى السعودية وإلى دول الخليج، فراح يكون فد معبر مهم مو بس فقط للتبادل التجاري العراقي السعودي، لكن يكون عنده أبعاد أخرى تحسن دور العراق كمعبر للبضائع الأوروبية المتوجهة إلى دول الخليج. المعبر الآخر هو راح يكون في محافظة المثنى، بعدها يعني ما مبني، لكن بس نوصل لاتفاقية أيضا إن شاء الله راح يكون في المعبر الثاني هناك. هاي مهم يعني بحيث يكون عندنا فد وسائل نقل البري راح تكون مفتوحة، وراح أيضا من ناحية الثقافية والدينية حتى راح تفتح باب العمرة برا، وهاي أسهل طبعا من الطيارة. يعني مع الوزير هل سنشهد توقيع اتفاقيات يعني أثناء الزيارة؟ والله احنا أتوقع إن شاء الله، يعني احنا رايحين على أول دفعة راح تحضر الأجواء، بعدين يجي دولة رئيس وزراء لاحقا، وإن شاء الله تكون الاتفاقيات كاملة. يعني هي أول زيارة خارجية أعتقد إلى إيه. نعم نعم. هناك موضوع مهم تحدثت عنه بأنه السعودية مع الوزير، يعني جنابك ربما متابع بشكل كبير للتطور السياسي في العراق، في حكومة السيد العبادي كان هناك انفتاح سعودي، حتى في حكومة السيد عادل عبد المهدي، لكن هل تعتقد بأن الأجواء السياسية والأمنية والاستثمارية متهيئة لكي تدخل السعودية بقوة؟ هي ترغب بذلك وربما جنابك لمس ذلك، لكن هل هذه الأشياء ستكون مقدمة من العراق بأنه سنعمل على توفير بيئة استثمارية صحيحة، سنعمل على توفير الجو السياسي الصحيح، كل هذه الأمور؟ هو أيضا لازم واحد يكون واقعي، يعني البيئة الاستثمارية العراقية الآن خاصة ما يتعلق بجلب الاستثمارات بالقطاع الخاص يريد له تعديل كبير وإصلاحات كبيرة، يعني إصلاح إجراءات الدولة الروتينية كلها لازم تتغير، البيئة الاستثمارية لازم تتغير، المصارف لازم يكون الإمكانية أن تدعم المستثمر الأجنبي. فأنا أتوقع راح يصير على مراحل. المرحلة الأولى بالعلاقة بين العراق والمملكة راح يكون على مستوى خلي أسميه شبه حكومي، يعني مؤسسات الكبيرة الشبه حكومية السعودية مثل شركة أرامكو ممكن استقطابها لمشاريع متعلقة باختصاصها أي النفط والغاز، وممكن نعمل نوع من يعني فد وضع محصن بحيث استثمارات من هذا النوع ما راح تتأثر سلبيا بالروتين والأجواء الغير ملائمة الآن لاستقطاب الاستثمار. أما الاستثمار بالقطاع الخاص فبصورة عامة يعني الشركات السعودية عندها استعداد أن تستثمر بالخارج، لكن تركيزها هو طبعا أولا على السوق السعودي ثم السوق الخليجي. استثمارات السعودية من القطاع الخاص أكثرها خارج منطقة الخليج هي مصر، طبعا العراق سوق كبير وقريب لهم، فأنا أتوقع بس شوية تتحسن الإجراءات والبيئة الاستثمارية بالعراق الشركات السعودية راح يكون عندها فد رغبة، لكن واقعين يعني ما راح يجون إلى سوق بعد بيه المشاكل والعقبات. فمثل ما يقولون لا الطوبة في ملعبنا، احنا لازم الآن نحسن أوضاعنا الداخلية حتى تكون الأجواء ملائمة إلى استقطاب هذه الاستثمارات. جنابك من عائلة سياسية عريقة، يعني ساهمت في الكثير في حياة السياسة العراقية منذ العشرينيات مرورا بالستينيات، السياسيا كيف ترى موقف العراق والسعودية في ظل وجود إيران التي لديها مشاكل في المنطقة وربما أيضا مع المملكة ولديها علاقة جيدة مع العراق؟ يعني مثل ما قلت أنا إحنا لازم سياسة العراق تكون مفتوحة وإلى كل دول الجوار، لكن ما لازم يصير نوع من عدم التوازن. هي المشكلة بالعراق مو
علاقات جيدة مع دولة على حساب دولة أخرى. هاي ما لازم نصير أبداً. أنا أعتقد هاي مشكلة كبيرة في كل سياسات العراق. تدعو أن يكون العراق بعيداً عن المحاور. محاور لكن مو فقط من ناحية سلبية، لكن أيضاً يكون عنده في الدور خلينا نقول وسيط بحل مشاكل المنطقة. لأن أنا أعتقد العراق وحتى المنطقة ككل، الازدهار الاقتصادي ورفاهة للناس ككل ما راح يتم إلا في بيئة بيها نوع من التكامل، بيها نوع من التسامح. يعني السوق الأوروبية أصلاً لما واحد يتكلم على أوروبا، أوروبا كانت حروب مستمرة بين فرنسا وألمانيا يعني، لكن وصلوا إلى نتيجة بين بعد الحرب الثانية أي حرب أخرى راح تدمرهم الطرفين. إحنا نفس الشيء بالمنطقة، يعني إذا ما يصير نوع من التعاون والتفاهم ونقلص من التطرف، يعني التطرف على كل مستوياته، ما راح نقدر نسوي فد بيئة ملائمة لشعوب هذه المنطقة. واحدة ركيزة أساسية هو العلاقة ما بين العراقنا، العراق دولة محورية عندها حدود مع كذا بلد، ففقدان التوازن والتكامل هي المشكلة الأساسية. فأنا أعتقد العراق دولة لازم يكون بناء، لازم يكون إيجابي ومبني على مصالح المشتركة، ويحاول يلقي قواسم مشتركة مع كل دول الجوار، بحيث المنطقة خلال 5 سنين 10 سنين ممكن تكون منطقة موحدة اقتصاديا ماليا تجاريا لمصلحة الجميع. مع الوزير، ملف محاسبة الفساد، إن هذا الملف منذ 2003 إلى اليوم كل حكومة تأتي تتحدث عن محاربة الفساد. أثناء الزيارة إلى البصرة، رئيس الوزراء وجنابكم بصفتك وزير مالية، تم اتخاذ عدد من الإجراءات بخصوص الجمارك. هل تعتقد بأن يستطيع الكاظمي محاربة هذه الحكومة، محاربة الفساد في هذه الموانئ والمداخل الحدودية؟ الفساد المشكلة الأساسية، الفساد بأن صار جزء من ثقافة الحكم بالعراق. يعني السياسيين حتى الناس رجال الأعمال اللي عندهم دالة على الدولة يعتقدون بأن إذا جهاز الدولة رح يميل تجاههم يقدرون يحصلون مكاسب مادية. فالفساد هل ذهنية هاي، وتواجد الأحزاب وتواجد الأقطاب وتواجد الناس اللي ما عندهم شأن بإدارة الدولة في داخل الدولة هي المشكلة الأساسية. تنظيفها وتعديلها راح يكون مو سهل، يعني بدون إرادة سياسية وبدون فد نوع من اتفاق عام مع كل القوى، بأن إذا نستمر بهذه الطريقة الدولة ما راح تكون قادرة أن تقدم أي شيء. إذا كل قرارات جهاز الدولة راح يخضع إلى ضغوطات خارجية من خارج ماكينة الحكومة، كل الإجراءات راح تكون سيئة وخاطئة. فالفساد الآن بطل أن يكون فد قضية ممكن واحد يشخصها ويعاقبها قانونيا، صارت جزء من تركيبة الحكم بالعراق، وهي ما تتم بدون نوع من اتفاق جديد بين كل الأطراف السياسية، بأن لازم يتراجعون من هالتكالب على موارد الدولة. موارد الدولة الآن تخضع إلى شروط، عدة شروط، إحدى من هذه الشروط السيئة برأيي هي شلون تقسم الكعكة بين أطراف سياسية وحتى غير سياسية. فهاي مو بسهلة، مو بسهولة تقدر تأخذ إجراءات إدارية، تقدر توقفها على مستوى القرارات الوزير أو وكلاء وزراء، لكن الآن متجذرة صار، فده تشوه كل قرارات الحكومة وده تشوه كل الإنفاق. لكن هاي ما ممكن أن يتم بدون النوع من خلينا نقول استعادة الدولة من استيلاء أطراف كبيرة على الدولة، أجزاء كبيرة من الدولة مستولى عليها من أطراف خارج الحكومة. مع الوزير، شكرا لك على هذه المقابلة، وأيضا الشكر موصول لمشاهدي الكرام، وإلى مقابلة أخرى.